سواء للمناضلات والمناضلين في المجتمع المدني، انتم كذبوا سواء للمناضلين
bizim şüphelendi. Şüphelik işlerinde hala kalıya icra, hala kalıya hukuk insan, hala kalıya mara, hala kalıya muhakkul, hala kalıya tufula, hala kalıya, hala muhtarif kalıya. Liketen insan, liketen tabiha. Tabi işlerim idare, tabi işlerim muhtar. Ulakin işin kebir. من يشتغل أكثر؟ من يراقب ويقترح ويعمل في نفس الوقت؟ هو المجتمع. إذا أنتم قاعدين على الجهة بغينا نعتبركم ماشي نعتبركم شركاء ماشي أجرة. وإذا تبعتوا الميزانية ديال الجهة أكثر من 60% ديالها من الميزانية المخصصة للمجتمع المدني. طبعا ربما بزاف الناس يقولوا واش هاد الشيء، ولكن السيدات والسادة الأعضاء ديال الجهة مهتمين بهاد الشيء، ولكن كيفاش غادي نديروها؟ كيفاش غادي نصرفوها؟ غادي نصرفوها بواحد المقاربة جديدة ما تكونش ديالنا بوحدنا. غادي تشاركوا نتوما بوحدنا باش ما يبقاش الريع، ما تبقاش هاد الجمعية قريبة للرئيس، هادي مدابزة مع الرئيس، هادي مدابزة مع هادي مختلفة مع الدولة، هادي مع الدولة، هادي لا. غادي يولي التعامل والدعم على أساس البرنامج. وبغينا اي جمعية غادي نديرو لجنة داخل هاد الجهة وفي هاد القاعة اللي نتوما دابا فيها، غتكون لجنة غادي يكون فيها كلشي التعبيرات اللي كاين في المجتمع، وتجي الجمعية وتقدم برنامجها وترافع عليه بحضور الصحافة بحضور مفتوح، وترافع على برنامجها اللجنة تاخذ القرار. فغاديش ياخذوا الرئيس، انا غنوقع وي، ولكن ما قلت الاخوات والاخوة اللي هذوك الميزانية اللي خصناها للجمعيات غادي تمشي للجمعيات وغادي نصرفها على الجمعيات، ولو تطلب مني الامر نعطيها لكم ونمشي نحبس، ما عندي حتى مشكل، ولكن نكون متأكد بأن مشات الناس اللي خصها تصحى. راه هذا اليوم اللي احنا مجتمعين هو اليوم العالمي لمناهضة عقدة النساء. اليوم كانت معايا واحد السيدة هي معنا في المجلس وكتشتغل في هذا الشيء، وسمعت غير منها حجم المعاناة ديال النساء المعنفات، الأمهات العازبات، إلى آخره. راه يمكن كثير من الناس اللي كيهضروا على هاد المشاكل كيشوفوها في التلفزيون ولا كيسمعوها، ولكن انتوما كتعيشوها. اليوم الهجرة، الناس اللي كيشتغلوا على الهجرة كتعرفوا بأن هاد المنطقة هاد الجهة هي بوحدها كتستحمل أكثر من 60% من الناس، سواء من بلادنا أو من إخواننا الأفارقة، أكثر من 60% من المرشحين للهجرة إلى أوروبا. كتعرفوا مزيان المعاناة، انتوما اللي كتعرفوا المعاناة اللي كيعانيو هاد، واللي طبعا كنعانيو معاهم، حنا كنعانيو مع المعاناة. كتعرفوا مزيان حجم المآسي ديال الطفولة المختصرة اللي كانوا فوق هاد الناس، أراكم كيعطولو المسار، كتشوفوهم في الفروجات، ولكن اللي كيشوفوه وكيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي بحال اللي كيشتغل عليهم.
هذه الجهه ديالنا هي اخر وحده في المؤشر الوطني في الهضره المدرسيه. 80% من السكان ديال هذه الجهه ما كيرسوش المدرسه، كيخرجوا فلوس. وكثر من 60% اناث. بمعنى الا مشينا بهذا اللوغيتم اللي غادي فيه من هنا 20 سنة ماشي غادي نكون العالم يسير كيحدث لآخر، أنا لا أقول أمي أقول جاهل، لآخر جاهل في الدول المتقدمة. حنا غادي نوليو نحتفلوا بالبقاء ديال مفكرة ومفكرة وحدة. إلا ما معنى 80% هذه الجهة هي اللي فيه نسبة الوفيات للأمهات أكثر من الجهات الأخرى، وبالخصوص في وسط الحرمين. هذه المدينة اللي أنتم فيها طنجة تقريبا فيه مليون ديال السكان في دار الشباب وحدها. شوفوا ما شحال من الأطنان من اللي يجروا السماء اللي تزادوا في هذه المدينة، لا تزاد فيه ولو مساحة واحدة للثقافة. راه دابا المشكل ماشي من عود الجمعيات من القاعات، ما كاينش القاعات اللي غنعطيو للجمعيات، ما كاينش. كاين دار الشباب وحدة في طنجة. هذه مدينة ثاني قوة اقتصادية في المغرب. هذه الجهة اللي فيها 4 مليون تقريبا ديال السكان، هذه المدينة بوحدها اللي فيها الثلث ديال السكان تقريبا في دار الشباب، وفيه المئات من الجمعيات. ولكن لتوفير
Ali mi se nije nikad nadrali, ha? Kliyle ne? İle dinleri etit bir ciyi palit kuyumize ne? Ne et matat ama o diğer şey. O diğer kum. Sahabikum cevap için biraz. O itut hafdu aliyo? Aratin gavut hıdmu 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 هذا غادي يمشي وغادي نخدموا بهم ولكن ربما داك الشيء اللي غادي نخدموا بهم ما يكونش عندها نفس المردوديه الى خدمتوا بهم انتم اذا باش ما نطولش لان بغيت نسمع لكم انا هنا غادي نبقى نسمع حتى غدا الى بغيتو ما نوصلش من هذا الكرسي حتى غدا حتى تاع اليوم خصنا نبقاو نسمعو لبعضياتنا ونديرو لقاءات ولقاءات أخرى وهاد الخلاصة اللي غادي نديرو غادي نتوصلو بها كلها مكتوبة كل جمعية لا هادو اللي حاضرين اليوم ولا اللي غيحضرو من بعد لا غادي غادي نتوصلو بالخلاصة المكتوبة وغادي نمشيو في المتفق عليه ولكن اللي غنأكد لكم الريال ديال هاد الشعب ما يتصرف إلا في رسوله أنا ما قال لكم لا رئيس بالطموبيل ولا رئيس بالسمية واللي كيعرفوني منكم راهو كيعرفوني اللي كاين قاسم تونس التجربة راه تقاسم تونس التجربة اللي بقى مستمر راه بقى مستمر وبرافو اللي كيهمكم هو أنه واش نقدر نساعد في خصني نساعد عندي اطفال كيموتوا بالكونسير عندي مواطنة ومواطنين كيموتوا بالدياليز عندنا اطفال ونساء كيموتوا بالامراض ديال القلب عندنا ثقافة كتموت ما كايناش ولا بلصت منها الشوالات والغدرة الخاوية والشارمة هاد الشخص اللي نساهمو وغيرو نساهمو في الفاضي قدر المستطاع الإنسان مهما يكون الفرد أو الجماعة مهما تكون عندها القوة فهي ممسوج على تغيير التاريخ كلنا إلا مساهمين في تغيير